التركيز على الطاقة أو على التكنولوجيا اللي هي التكنولوجيا الفعالة في عملية توليد الطاقة، وبالتالي طبعاً أيضاً التوجه إلى المشاريع اللي خلينا نقول بتترك أثر أكبر وبتنتج طاقة بكفاءة عالية من حيث إنه نقدر نزودها، والتركيز أيضاً في مناطق أو في المناطق اللي في إمكانية استخدام الطاقة بشكل مباشر على الشبكة، استخدام على الشبكة وعدم التوجه إلى البطاريات، لأنه هذه بعد فترة معينة طبعاً بنتهي عمرها، وبالتالي بتصبح عبء وبتصبح مشكلة ويصبح المشروع متوقف عن التأثير. منطقة رأس العوجة من المناطق الفلسطينية المهمشة الواقعة في مناطق جيم. هذا المشروع بشكل أساسي هو أحد المراحل أو مرحلة من مراحل أخرى راح يعني نستمر فيها في مناطق جيم بشكل أساسي، لأنه زي ما بتعرفوا الاحتلال بيمنع الأهالي والعائلات الفلسطينية في مناطق جيم من الحصول على شبكات المياه أو شبكات الكهرباء. بالنسبة لنا هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع اللي تنفذت في مناطق جيم، لأنه أحدثت أثر مباشر على حياة المستفيدين. عدد المستفيدين في المرحلة الأولى والثانية، المرحلة الأولى هي ترميم أو تطوير وحدات الطاقة القديمة، والمرحلة الثانية هي يعني إضافة وحدات طاقة شمسية جديدة لعائلات ومستفيدين جدد، بما مجموعه 50 مستفيد. وبالتالي تقريبا كل سكان منطقة رأس العوجة اليوم بيمتلكوا الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيل أهم احتياجاتهم المنزلية. الطاقات الشمسية احنا الحين الحمد لله اول انتو شفتوا اول على العتمة واولادنا على يعني على العتمة ضيان كل انكاز ومكاز وشغلات زي هذي. اليوم ضوء الطاقات الشمسية الضوء يتفرجوا على التلفزيون البلاد يستفيدوا، بعدين الثلاجات وانتو شفتوا يعني اللبن وخضرتنا كل شيء لنا في الثلاجات. الطاقة الشمسية بتعبر انه تحفيز للمزارع الاستمرارية في العمل الزراعي. بالنسبة للطاقة الشمسية عندنا في بيت حسن استطلبنا هذا المشروع من قبل مؤسسة الهيدروجين، على عندنا نبع كان بسكي بغذي 1500 درهم، كان النبع عندنا على طريقة عشوائية يمشي في مجرى قنوات زراعية، استفيد منه أكثر من 50 مزارع. هاي الطاقة الشمسية استخدمناها لتوفير تكاليف المزارعين بشكل أسهل وتوفير ناحية مادية للمزارع. والله هذا المشروع الكهرباء بالذات يعني أهم شيء إنه لازم يكون شغل، يكون خطة من قبل الوزارات ومن قبل الحكومة إنه يتم عمل مشاريع اللي هي الطاقة النظيفة، بحيث إنه بصير إحنا بنقلل من فاتورة الاستهلاك القطرية، لأن إحنا فاتورة القطرية بتطلع لنا عالية، وبالتالي إذا بتم تعميم مثل هاي المشاريع ومن هاي النوعية من المشاريع بيساعدنا في تخفيض اللي هو المشتريات الفاتورة القطرية من الجانب الإسرائيلي. في مزرعة بيرتاد تعتبر مزرعة للزراعة المستدامة اللي بتقوم على استغلال جميع الموارد الطبيعية الموجودة، وجزء من هاي الموارد اللي هي استغلال أشعة الشمس وبالتالي الطاقة المتجددة أو الطاقة اللي بتنعكس على شكل اللي بيحتاجها كل بيت وكل كل الاحتياجات اللازمة من الكهرباء. يعني احنا هون كمزرعة كنا باحتياجنا الشهري معدل 1500 شيكل، بالتالي هاي التكلفة قلت يعني الى اليوم صارت صفر بعد ما تركبت الخلايا الشمسية عندنا، قاعدين نستغلها في كل احتياجات المزرعة من المضخات الخاصة في السمك، من المكيفات، من الإنارة على مستوى المزرعة كاملة، من وحدة لتجفيف الأعشاب الطبية، من وحدة لتصنيع الألبان، كل ما تحتاج الكهرباء في المزرعة صفى من الطاقة
المتجددة حاليا. طبعا احنا في عنا عداد داخل وخارج مربوط مع الشبكة بتنسيق مع البلديين موجود. اي فائض في الكهرباء بيكون رصيد انه يعني اذا بنحتاجه في فصل الشتاء انه بيكون رصيد انه بس ما بغطوك ماديا من ناحيه فلوس، بس بغطوك من الطاقه اللي من خلال الشبكه الموجوده عندك. هون الكهرباء في منطقة بركس الأغنام نستخدمها في عنا حلابة الكهربائية الأوتومات، زائد في عنا رضاعة كهربائية، زائد عنا الثلاجات لحفظ الألبان والأدوية، عنا مكيف خاص بالغرفة التصنيع بشان اللي حافظ على درجة حرارة ثابتة في فصل الصيف تحديدا، زائد الإنارة الموجودة في البركس والغرفة. مشروعنا الذي سينفذ في الأيام القادمة هو تركيب وتوريد 4 محطات تحلية بالضغط الأسموزي في 4 مدارس في قطاع غزة، وتشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربية لحصول الطلاب على مياه صالحة للشرب. هذا المشروع سيحد من استخدام الكهرباء، حيث أن الطاقة الشمسية سيتم تحويلها إلى طاقة كهربية، وبالتالي تشغيل المولدات وتشغيل البطاريات التي سوف تقوم بتحلية المياه وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب. ساعدتني كثير، أول شيء ساعدتني في إنتاج البيض، البيض بطل عندي يطلع وينزل، صار كله يعني مسطرة واحدة، فيش بيض مكسر، فيش بيض بطلع خداج، لأنه بقت كهربة البلدية مش موفرة لنا، تجينا 6 ساعات تقطع كهربة البلدية، يخس الإنتاج 5-6 كراتين، يطلع بيض مكسر من قلة الكهرباء، يطلع خداج، هذه وفرت علينا الحمد لله والشكر لله، وفرت علينا شيء كثير، اليوم لا بطلع عنا بيض مكسر ولا بطلع عنا خداج، والإنتاج بيتم زي ما هو. إنتاج كويس ويعني نعمة كبيرة من الله. إحنا يعني في المزرعة هذه تغلبنا على المشكلة هذه، شايف علي، بتركيب اللي هو الطاقة البديلة للخلايا الشمسية. هي أول حاجة يعني كمان الخلايا الشمسية صديقة للبيئة، وبتوفر لك الوقت اللي أنت بدك تسقي فيه، يعني على مدار الساعة أنت وقت إيش بدك تسقي منها بتسقي، بتشغل وبتسقي زي ما بدك. طبعا كانت الفكرة من مشروع إن نركب نظام طاقة شمسية يحاول في التوفير من تكاليف التشغيلية المؤسسة، زي ما احنا شايفين من أهم التكاليف التشغيلية هي تكاليف الكهرباء بشكل أعباء على مؤسسة زي مدرسة كريمزيان، حوالي تقريبا 1500 شيكل فاتورة شهرية. احنا قدرنا بهذا النظام نتخلص من هالفاتورة، وبالتالي توفير المبلغ 1500 شيكل تقريبا بمعدل شهري، وبالتالي زيادة وتحسين وضع، فكانت هاي المصاري اللي وفروها من النظام تم استخدام تحسين وضع الموظفين. طبعا المدرسة اللي احنا مستهدفينها من خلال النشاطة من خلال المشروع هي مدرسة تقع في منطقة كريمزان، زي ما احنا عارفين منطقة كريمزان منطقة حساسة قريبة من الجدار مهددة بالمصادرة.
طبعا هذه المشاريع بتمثل مشروع داعم لبقاء وصمود انفاق المنطقة. المدرسة اسمها مدرسة لورا بيكونيا، حوالي تقريبا 270 طالب، تبدأ من الحضانة والروضة للصف التاسع. هذا المشروع نظام الطاقة الشمسية للمؤسسات لمساعدتهم في توفير فائض الإنتاج لتوفير فاتورة الكهرباء استخدامها في أغراض الإدارة أو الأوفرهيد. هذه ضمن أربع مؤسسات كانت بايلوتينج مع المانح، اللي نتوجه لمؤسسات بتعطي خدمات بالمؤسسات، إن كانت للإلدرلي هاوسز أو سكولز أو كيندر جاردنز، واللي بتلاقوا خدمات أقل أو بتلاقوش عائد من خدماتهم. فبلشنا بالمؤسسة هذه كمان اللي هي ضمن أربعة، اللي هي قدرنا إنتاجهم أو استهلاكهم من الكهرباء بحدود تقريباً 1400-1500 شيكل شهري. فقدرنا تمكننا خلال السنة هذه أو من وقت تركيب النظام إنه نحول الفاتورة من 1500 إلى زيرو أو ما بيدفعوا شيء شهري، فهذا مكنتهم من استخدام الفائض من إنتاج الكهرباء أو العائد منها في إدارة المؤسسة واستخدامها للنفقات الأخرى.